ونتحدث عن منهج الطغاة متمثلة في فرعون، وكيف وصفه القرآن. فرعون منهجه في الحكم، منهجه في علاقته مع شعبه، منهجه في التعامل مع المخالفين، نموذجه نبي الله موسى عليه السلام. ثم نقارن هذا النموذج كما وصفه القرآن، نقارنه بطغاة هذا الزمان وخاصة آل سعود. وربما يتبين لكم أن فرعون بكل طغيانه والذم الذي وصف به القرآن، وصفه به القرآن، نموذج أفضل من حكامنا بالذات في بلاد الحرمين. قد تستغربون، لكن تابعوا معي وترون هذه المقارنة ربما تكون مقنعة. الطغاة عموما الذين لديهم قدرة على الاستبداد ولديهم قدرة على التحكم بالسلطة بالكامل، لديهم القدرة كذلك أن يصفوا أنفسهم بالعظمة، وقد يكون هو الذي يصف نفسه بالعظمة مثلما عمل فرعون. يعني أنا ربكم الأعلى، هذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري، أو غيرها من وصفه. لكنه قد يكون قد وكل جهازه الإعلامي أو مشايخه أو كتابه أو مفكريه بأن يثنوا عليه ويجعلوه منه عظيما، لا يحتاج هو أن يثني على نفسه فيصبح عظيما مثل ما يعمل كثير من الطغاة وعلى رأسهم حكامنا في هذا الزمن. من ضمن منهج فرعون كذلك أنه حتى يتمكن من السلطة أن يسلط أجزاء الشعب بعضهم على بعض. إن فرعون علا في الأرض وجعلها لا شيء، يعني يستطعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان عاليا من المفسدين. لا يمكن للطاغية أن يتمكن إلا أن يكون لديه رجال دين أو رجال فكر يعطونه الشرعية، ورجال أمن يقمعون الناس، ورجال إعلام يمدحونه ويثنون عليه، وقوى أخرى مكملة، رجال التجارة المال الذين يجعلون المال في خدمته، وكذلك شيوخ القبائل الذين يطوعون قبائلهم. لكن بالذات الثلاثة الأول هم أهم من يخدم الحاكم: رجال الدين أو الفكر، والإعلام، والأمن أو السلطة، الناس اللي معهم سلاح يطوعون به الناس. هذا كان عند فرعون، وهو كذلك عند حكامنا في هذا الزمن، يسلط ابن القبيلة، نفس القبيلة ونفس المكان ونفس الجزء من هذا الشعب على الجزء الآخر من الشعب، فيقسمونهم ويستعبدون جزءا منهم ويسلطون الجزء الآخر. لكن فرعون كان يكرم جزء من هذا الشعب حتى بكرمهم يظنون أنهم متميزين، أنهم متميزون على الآخرين. ولذلك وصفه القرآن بالصفة الأخرى: فاستخف قومه، وصف شعبه، فاستخف قومه فأطاعوه، استخفهم بهذا التقسيم. وهو هذا واقع كثير من الشعوب التي تخضع للطغاة. من ضمن صفاتهم أنهم، من ضمن صفات الطغاة وعموما وفرعون خصوصا، أنه إذا عجز عن الحجة، ما عنده حجة لا دينية ولا فكرية ولا منطقية، استخدم الاتهام الخصم بالباطل. يعني موسى إما أنه مسحور أو ساحر، وإني لا أظنك يا موسى مسحورة، وفي الآية الأخرى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فهو إما أنه هو مسحور أو ساحر، كما قال كثير من الأنبياء من الأقوام عن أنبيائهم بأنهم مسحورون. طبعا رد عليه موسى الرد الذي يستحقه: إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني أنك ملعون ولن تحصل على فرصة بالتوبة ورضا الله سبحانه وتعالى. من ضمن صفات الطغاة أنه يتحكم باعتقاد شعبه، يعني مو بس يتحكم بالنظام العام والأمن وغيره، بل يتحكم حتى بالاعتقاد. آمنتم له قبل أن أذن لكم، حتى يعني يجب أن تستأذن إذا أردت أن تغير عقيدتك، يجب أن تستأذن من هذا الطاغية. وفي الآية الأخرى يقول: ما أريكم، كما يحكيه القرآن عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فإذا فرعون يحتكر الحق. وفي الآية الأخرى كذلك، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم
أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهو الذي هو الذي يقرر ما هو الدين الصحيح وما هو الفكر الصحيح والاعتقاد الصحيح وما هو الفساد. فإذا موسى هو الفاسد وفرعون يمتلك زمام الحق لعنه الله. من ضمن صفات، وهذا طبعا صفات كل الطغاة، يعني من ضمن صفات الطغاة كذلك اتهام المخالفين بالتآمر، لأن ما عنده حجة لابد أن يتهمهم بالتآمر، خلص ما دام هو السلطة إذا من يخالفه متآمر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لابد أنه مهام أن هناك من علمكم السحر ورتب المؤامرة حتى تنهزموا في هذه المعركة مع موسى. وفي الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. المكر معناها مؤامرة، معناها تدبير حصل. فإذا لابد أن يتهم المخالفون بالتآمر حتى يبرر الظالم القمع. وهذه ممارسة ابن سعود والسيسي والإمارات وغيرهم من الطغاة الذين نعرفهم، ما عندهم حجة، يستحيل أن تكون هناك حجة وشفافية. إنما يتهم المخالف بالتآمر، ويتهم بالسحر، ويتهم بالشعوذة، ويتهم بالانحراف، يتهم بكل شيء. ماذا بعد؟ هناك كذلك استخدام القوة، التهديد باستخدام القوة. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الحكام بعضهم، الطغاة بعضهم يصرح بنفسه، وبعضهم لا، يتركها لوسائل إعلامه ويغلفها بغلاف تثبيت الأمن وضمان السبل، ويأتي من المشايخ ومن الدعاة ومن الإعلاميين من يطبل لهذا الكلام، أنه والله هذا القمع الشديد هو وسيلة من وسائل ضبط الأمن، والتساهل في ذلك انفلات للأمن. من ضمن صفات الطغاة استخفاف والاستهانة واحتقار المخالفين. حينما دعاه موسى لله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين، بطريقة فيها استهزاء واحتقار. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، اللي هو موسى نبي الله من أولي العزم الذي أتعوى بكل الآيات ما أعجبه، يعني أنا هذه الأنهار التي تجري من تحتي وأنا بهذه العظمة، أنا الشيء العظيم وهذا المهين الذي لا يكاد يبين. بل أنه ليس فقط موسى، كل الذين معه ما عندهم سالفة. قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وهذا الحقيقة شأن الطغاة في هذا الزمان، أنهم والله المخالفون تافهون ليس لهم قيمة، ومن معهم أقلية صغيرة خرجت على الأغلبية الساحقة التي اصطفت خلف الحاكم. ومن معك، من درى عنك، من حس فيك، إلى آخره. فإذا إن هؤلاء لشرذمة قليلون. من ضمن صفات الطغاة أنه يمن على الناس كلهم، ويمن حتى على ذلك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه، اللي هو موسى عليه السلام. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كيف رد موسى؟ رد مفحما، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طيب أنت الحين ربيتني في بيتك وسكت عن قتل ذلك القبطي، لكن تراك استعبدت بني إسرائيل وأهنتهم وقتلت أولادهم وأذليتهم وعذبتهم وآذيتهم، فأنت جاي تمن علي وأنت آذيت الآلاف من بني إسرائيل، فما لست بحاجة لهذه المنة. وهذا كلام نفس الشيء، يعني يقول لك والله ترى ابن سعود درسك وسكت عنك وتحملك إلى آخره. طيب شو الفائدة إذا كان ابن سعود قد ظلم ملايين من هذا الشعب وسجن المئات والآلاف من الدعاة والمصلحين؟ من ضمن صفاتهم التظاهر بالشورى، صفات الطغاة. يعني فرعون هو نفسه اللي يقول ما أريكم إلا ما أرى، هو نفسه الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري،
هو نفسه الذي يقول هذه الأنهار تجري تحته، هو نفسه يقول ذروني أقتل موسى. طيب من رادك تقتل موسى؟ هو طبعا لا، هو لم يمنعه من قتل موسى استشار أنهم أشاروا عليه بعدم قتل موسى كما قال مؤمن على فرعون، منعه هو أنه خاف، أنه يدرك أن هذا موسى الذي لديه ذلك العصا التي تحولت إلى هذا الثعبان العظيم الذي كان كاد أن يلتقمه، وجاء بالآيات السبع الخطيرة، أنه ليس له سبيل إلى قتله، لكنه تظاهر بالشورى. والدليل أنه حينما تحدث مؤمن على فرعون رد مؤمن على فرعون قال يعني احتج على فكرة قتل موسى ودعاهم إلى ما يقوله موسى، قال يعني هو الرجل يكتم إيمانه، رد فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل. هنا جد الجد فعلا وصارت القضية ما فيها مجال ادعاء الشورى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشد. وهذا السيسي عنده مجلس عند برلمان، والبشار عنده برلمان، والسعودية فيها مجلس شورى، ودول الخليج كلها فيها برلمانات ومجالس شورى. فوجود مجلس شورى ولا برلمان لا يعني بالضرورة أن هناك شورى، بالعكس قد تكون هذه الشورى غلاف للاستبداد وتبرير الاستبداد. واسمعوا كلام بعض أعضاء مجلس الشورى كيف يبررون ويرسخون الاستبداد، وأعضاء مجلس النواب في مصر، وأعضاء البرلمان في عند بشار وعند غيره. فإذا هذه مجموعة من صفات الطغاة كنماذج فقط وجدت في فرعون، وجدت في النمرود، وجدت في باطرة الرومان، ووجدت في طغاة الشرق والغرب، وتتكرر في عند كل الطغاة، وحتى في حتى عند الطغاة الذين يدعون أنهم مسلمون ويحكمون بالشرع. لكن رغم كل هذا السوء عند فرعون، دعوني أعطيكم بعض المقارنة، مقارنة محدودة مع آل سعود، حتى يتبين لكم أن فرعون في منزلة في بعض المقارنات أفضل من آل سعود. فرعون يعلن الكفر، ما عنده يعلن الكفر ويعلن ألوهيته وربوبيته واستبداده وتحكمه وامتلاكه للأرض وما عليها، ما عنده مشكلة، ولا يدعي لا تطبيق شرع ولا دين ولا احترام آلهة أخرى. فإذا فرعون يصرح بربوبيته، بينما جماعتنا منافقون يدعون تطبيق الشرع ويدعون التزام بالإسلام خاصة قبل محمد بن سلمان، ويدعون احترام العلماء، ويدعون تقديس مقدسات الإسلام واحترام مقدسات الإسلام، وهم أعداء الإسلام نفسه، هم الذين يتآمرون مع أعداء الإسلام لمحاربة الإسلام في الداخل وفي الخارج، ويكيدون للإسلام 24 ساعة 360 يوم بالسنة. النقطة الثانية أن فرعون واثق من نفسه، مستعد للتحدي، مستعد للمناظرة. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يا موسى فاجعل بين قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. وفي الآية الأخرى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يعني هو مستعد للمناظرة، هو مستعد للمواجهة، طبعا خسر في المناظرة، لكنه كان مستعد لأنه واثق من نفسه ومدرك أنه حتى لو خسر في المناظرة لن يخسر سلطته. جماعتنا مستحيل يناظر، مستحيل يسمح حتى لمشايخة أن يناظروا المخالفين، ما في إلا السجن. بينما فرعون كان لديه الثقة بالنفس أن يجمع الناس في محفل شامل ويتفرج الجميع على من يمثل فرعون ومن يمثل موسى. فرعون كذلك كان زعيم نفسه، كان زعيم دولة عظمى ما فوق أحد، لا يتبع لا أمريكا ولا بريطانيا ولا روسيا ولا غيرها، كان هو دولة عظمى، هو الدولة العظمى وليس تابعا لأحد. طغاتنا معظم طغاتنا تابعون، يعني لا السيسي ولا الإمارات ولا السعودية، بالعكس يعني هم ينفقون الأموال الطائلة ويجعلون إمكانات بلادنا من أجل استرضاء أمريكا وإسرائيل. فكذلك من أحد الأبواب فرعون يتفوق عليهم في هذا الجانب. فرعون أكرم
الأقباط إن صحت تسميتهم بالأقباط، الأقباط اسم جديد طبعا، لكنه فرعون أكرم القوم الأصلي، يفترض أنهم القوم الأصليون مقارنة ببني إسرائيل، أكرمهم وحول بني إسرائيل كعبيد أو خدم عندهم، وكذلك فئات أخرى استضعفها. فإذا أكرم جزءا من الشعب، ابن سعود ما ابن سعود وطغاتنا ما أكرموا أحد، يعني ظلموا الجميع وطغوا وآذوا الجميع واستفادوا من الخلافات التي بين الفئات المختلفة. عندنا احنا يقول لك والله انت يا الحجازي ترى بياكلك النجدي، والنجدي ترى بياكلك الحجازي، والقبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه. يعني ليست القضيه قضيه والله انه اكرم ناس. بعض الناس يعتقدون ان ابن سعود والله اكرم فئه معينه من الشعب، منطقه الوسطى. لا ابدا، لا، لم يكرم الا ال سعود انفسهم، ولا ان جاء بعد محمد بن سلمان حتى ال سعود ليسوا بذلك الاكرام. ففرعون أكرم قومه الخاصة إن صحت تسميتهم بالأقباط، وجعل الآخرين خدما وعبيدا لهم. فرعون سمح بالنشاط التجاري حتى لو لم يكن من الأقباط، سمح لقارون وهو من قوم موسى، هو من قوم موسى سمح له بالتجارة، ولم يعني تضخمت أمواله حتى أصبح مثلا تاريخيا في كمية المال، بينما لدينا لا يستطيع تاجر أن يكثر ماله إلا ومد الحاكم يده عليه، سواء عندنا ولا في عند السيسي ولا عند بشار ولا عند غيره. فرعون يقود الجيش بنفسه، فرعون هو الذي قاد الجيش الذي لاحق موسى، بينما جمعتنا ما في عندنا ولا حاكم يشارك في القتال، ولا حاكم من هذه الطغاة يشارك في القتال، بينما فرعون قاد الجيش بنفسه وأهلكه الله سبحانه وتعالى. ودليلنا أهلك الله أن كونه أهلك الله دليل على هو الذي قاد الجيش بنفسه ولاحق موسى. فمن من طغاتنا يقود الجيش بنفسه؟ كلهم مشغولون بالشهوات والمتعة ويتركون المواجهة لغيرهم. فإذا بهذه المقارنات، في حدود هذه المقارنات، فرعون رغم أنه رمز الطغيان ورغم أنه ذكر في القرآن في مقام اللعنة والتقبيح الصورة، إلا أنه بهذه المقارنات يعتبر أفضل من حكامنا. ليس دفاعا عن فرعون، لكنه زيادة في تقبيح صورة حكامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.